رمضان 1992، الحكم على المافيوز الخطير جون كاري بسبب قتل 5 أشخاص مع سبق الإصرار وإقراض غير عادل والمقامرة غير القانونية وتعطيل العدالة والرشوة، وأخيراً وليس آخراً تهرب ضريبي، وذلك دوناً عن الجرائم الأخرى طبعاً. تم تصنيفه America's Most Powerful Crime Syndicate، يعني أقوى نقابة جريمة في أمريكا، بسبب جني مئات ملايين الدولارات خلال عام واحد فقط. جودي كان زعيم عائلة جامبينو الإيطالية الأمريكية في ولاية نيويورك، مجرم عصامي بنى نفسه مع أخواته من الفقر في سنوات صباه إلى عالم الجريمة. كان أبرز الشخصيات اللي قتلها في عام 1985 زعيم المافيا اللي هو تزعمها، وده بسبب أنه كان خايف هو وأخوه يتقتلوا من زعيم المافيا وقتها، عشان هما الاتنين كانوا بيهربوا مخدرات. الحكم على الملاكم الشهير مايك تايسون بالسجن 10 سنوات في قضية اغتصاب متسابقة الجمال ديزيري واشنطن. المهم تايسون قعد 3 سنين بس في السجن وتغرم $30,000. رئيس جنوب أفريقيا فريدريك ويليم دي كليرك يفوز باستفتاء يصوت له البيض فقط. الاستفتاء كان مغامرة كبيرة من الرئيس وقتها، وكان غرضه معرفة إذا كان البيض في جنوب أفريقيا مستعدين لتفكيك نظام التمييز العنصري ضد السود، ومانديلا كان خارج من السجن قبلها بحوالي 2 سنين. شركة مايكروسوفت تعلن انطلاق ويندوز 3.1 لاستبدالها بنسخة ويندوز 3.0. في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، مكتب البريد الأمريكي يطرح تصويتاً هاماً بين اختيار طابعي بريد لألفيس بريسلي. أصبح طابع ألفيس بريسلي الذي تم اختياره هو الطابع التذكاري الأمريكي الأكثر شعبية في كل العصور. حفل جوائز الأوسكار، يفوز النجمان أنتوني هوبكنز وجودي فوستر عن دورهما في الفيلم الأيقوني صمت الحملان Silence of the Lambs. يبدأ المطرب مايكل جاكسون تصوير كليب أغنية تذكر الوقت Remember the Time، مستوحى من الحضارة المصرية القديمة في أحداث متخيلة بوادي الملوك بالأقصر. العالم المصري أحمد زويل في حوار لجريدة الأهرام قبل حصوله على جائزة نوبل ب7 سنوات يصرح: رصد حركة الجزيء بأشعة الليزر ساعدنا في تصوير أشياء بدقة زمنية تصل إلى 1 على مليون من البليون من الثانية. رفع الحد الأدنى للأجور من 35 جنيه إلى 100 جنيه شهرياً بس خلال 5 سنوات، يعني بأسعار دلوقتي لو أنت بتقبض 180 جنيه هتترفع ل 520 جنيه. يحيى الفخراني يستعد لإنتاج تاني فيلم له، ليه لأ؟ بعد فيلمه الأول عودة مواطن ليشاركه في البطولة الفنانة يسرى، قصة الدكتور لميس جابر وإخراج خيري بشارة. بحثنا عن فيلم ليه لأ؟ لم نجده. أنا سيدة أعمال. زمن ما بقى زمان يا شاكر. اليوم بنك مصر يصدر كارت فيزا. فيروس ميكيلانجلو يصيب ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم في ذكرى مولد رسام عصر النهضة الشهير، ويعمل على خلخلة التيار الكهربائي بالجهاز. الأهلي يلحق بالزمالك أول هزيمة هذا الموسم ويفوز 1-0 ويستعيد ثقة في نفسه وجمهوره، والهدف لمحمد رمضان. مش ده الحكم يتغاضى عن ضربة جزاء لصالح الزمالك. يبدو أن الموضوع قديم يا جماعة. وتميز هذا رمضان بالمسلسلات الآتية: بوجي وطمطم، فوزير عم فؤاد، فوزير أم العريف لنلي، ألف ليلة وليلة بطولة ليلى علوي، أنا الأشكيك يا صباح، ليالي الحلمية الجزء الرابع، مسلسل بوابة الحلواني، ويطل علينا الفنان أرنون شوارزينجر من خلال الفيلم الأسطوري المدمر 2 بنادي السينما بمكتبة مصر الجديدة 42 شارع العروبة، تليفون 29-30-44. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس على الجرس وسيب لنا تعليق.